الرخية ديال البوطة يعني الخرجة هو النيت السيد اللي تحرق هو اللي خرج فكلي هذا فكلي هذا أنا مثلا مشاهدة الكرام في هذا البث المباشر ومباشرة عن مدينة الدار البيضاء كما كتشوفوا راهم متواجدين بالمدينة القديمة هذا اليوم الثاني على التوالي اللي كيوقع فيه الحرائق بشقق سكنية واللي ساكن فيها نجا الحمد لله من الموت بمعجزة طبعا كيف ما كتشوفوا معنا ديال البوطاغاز اللي خرجها هو النيت يعني واخا هو تحرق من يدو وتقريبا الوجه ديالو ولا شوية الجسم ديالو تقريبا كامل الجسم ديالو كامل تحرق هو اللي مشى للطبيب لا بيدو مشى بيدو للطبيب هذه المرة الثانية كيوقع الحرق حتى البارح في المدينة القديمة البارح توفات البارح الله يرحمها هذه الدار اللي ساكن فيها غير الزوافرية وسمعت الغوات نتوما جيتو السلام عليكم خويا وعليكم السلام الحمد لله ان شاء الله نكملوا الحمد لله عاودينا شنو وقع اليوم واش نقول لك كنا ناعسين حتى كتسمع الغواش البوطه العافيه العافيه كعارف انفو كتسمع العافيه خص ضروري تخرج تسام شي حاجه دير شي حاجه باش تخليهاش دير الله يحفظ عاوتاني كانت حدا الضو يعني راه كتشوف يعني كون شطات كون خدات الضو عاوتاني تكون حاجه اخرى تكون كارثه ديال بصح كارثه ديال بصح بقى مشكل في كاع الديور ماشي غير في بلاصه واحده بقى في كلشي الحمد لله كاينين الدراري هنايا ما كنقولو رجال ماشي حتى دراري تلقى صغير كبير مولي تفوض البوط انت راك عارف البومبيه حنا في المغرب ما ماشي غير البومبيه اي دومين في المغرب ما واخد حقو البومبيه حتى اللي عطا الله عطا عاد باش كيجي كيما عرفتو البارح السيدة مات البارح وما باقي ما جاوش اليوم كذلك كون ماتو هنايا ما كانوش غيجيو حتى يكون اللي عطا الله عطاه الحمد لله شي هو اللي اعتق الموقف هو اللي اعتق الموقف هذا البطال هذا 12 ونص تقريبا السيد اللي اعتق الموقف حنا راه كاملين ماشي غير انا كاملين الدراري الشيء اللي كاين الله يرضي عليك الله يجازيه بخير ضروري ضروري اللهم امين الحال هو اللي اعتق والله الا اعتق القضيه من ذاك الشرف وبطال ماشي زعما بطل منه ما خاف ما والو دار المنطا ودار فيها المق واللي خرجها وطفى العافية ودار كل شيء الحمد لله سالم بخير وعلى خير الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله خلي الحبيب سوان عيط لواحد من احد المقيدين اللي كانوا وقدوا الدرب نيس ختام شحال تقريبا في الساعة باش وقعت هاد الحادثة 12 ونص تقريبا بعد هادشي هذا 12 ونص انت ساكن هنا في الحي سمعتي الصداع هذا هو المنزل ديالي هنا سمعتي الصداع خرجت الصداع اللي كان الهوات بوحدو كان الهوات ومسكين حتى هو شدات فيه العافية بزاف تحرق مشى لراسو السبيطار ماشي حتى ود كازا ولا شي حاجة ماشي ود كازا براني على هنا براني واو مشى كاين راه مشى غادي تعرف وكيترى عاد وهادي وهادي ما عرف حرقتين كاع تحرق تقريبا
عنده حرق في الراس في الوجه في الرجلين في اليدين تقريبا كامل هذيك الحرق مشي لك الدرجه خطيره شويه شويه يعني كنقلبوا شو في الضاع جيتي ضاع جيتي فتحتي الباب ولا لا البوطه كانت ديجا في الدرب كانت العافيه ساهله هنا عامل الشمعه راهي والباب تا هو انا هادشي اللي كاين انت من جيتي لقيتي الداخل هو كان على برا البوطه البوطه كانت على برا شنو درتي انت ديك الساعه؟ انا هي كتجيب منطق في الزقه هذه اول حاجه حيت المراك عارف ما كيجهل العافية كتجيب منطقة في الزقة كتحطها على البوطة باش تسيطر على البوطة ما سيطرتيش تكون حاجة كارثة كما قلنا من قبل الدرب ضيق بزاف وك عارف البوطة راه طوا اللي شتات في الطوا عاوتاني حاجة أخرى باقي داكشي علاش ما خليتش الأخير يدخل الموتور ما تعرف عاوتاني اش كاين لا ما خليتش الموطور ليسونس ليسونس راك عارف ليسونس مع البوطاكاز ما توقع اي حاجه البوطاكاز خطيره هذه معروفه هذه حنا بغينا نشوفوا الشركه خرج لنا واحد المنتوج وماشي 100% سيكوريزي علاش الثمن ديالو ما فهمتش هذيك البوطه البوطه اللي كتعتبر من احد كتعتبر تهديد هذا الشعب ماشي حنا كنا غناخذ واحد المنتوج ب 11 درهم باش يدد حياتنا حنا ما كاينلاش ناخذ حنا ب 20 درهم وتكون سيكوريزي حنا ما كاينش المشكل صافي كتبقى تهديد على على الحمد لله على سلامتكم الحمد لله الحمد لله مشاهدينا الكرام كنتم معنا على البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء طبيعه الحال اليوم الثاني على التوالي كما قلت الحريق بشقه سكنيه واللي ساكن فيها الحمد لله نجا بمعجزه هنا في مدينه الدار البيضاء كما كنتم معنا السيد هذا هو اللي يعني حاول ينقذ الموقف باش حاول غطى انتما كامل ديال الدرب ولكن انت بما انك انت راك معنا انت هو اللي كتنوب عليهم الحمد لله طبيعة الحال الله يخليكم دايما مجموعين بحال هكذا شكرا بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام قليلا نقول لكم تبقوا على خير وعلى امل نلتقي بكم في بث اخر في حول الله الى اللقاء